بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا متشرف ان انا معاكم النهارده، وبرحب بيكم مره واثنين وثلاثه في الناس اللي اول مره تيجي مصر والناس اللي تاني مره تيجي. ان شاء الله باذن الله هو فعلا المباراه هتكون صعبه جدا. اولا هو نهائي بيجمع ما بين فريقين كبار، تالت نهائي ما بين الاهلي والوداد. الاهلي خسر نهائيين، فهو ما عندوش اي اختيار ان هو يخسر نهائي تالت ومن نفس الفريق، وبصفة ان هو عنده 10 القاب في افريقيا. الوداد بيمثل له عقدة كبيرة، وهو بيحاول بشتى الطرق ان هو يتغلب عليها. شفنا الحرب الاعلامية الكبيرة اللي حصل الايام اللي فاتت، شفنا كمان تعامل الاعلام وان هم بيحاولوا يصدروا كمان موضوع فلان هيغيب، اللاعب الشناوي هيغيب، ده الحارس كذا، بيحاول تشتيت. اتمنى من كل قلبي ان لعيبة الوداد تبقى مركزة يعني في الوداد بس، ما لهمش دعوة مين اللي هيلعب ومين اللي مش هيلعب. المباراة فعلا هتبقى صعبة، المباراة ماتش الذهاب هيتحكم فيها بشكل كبير جدا. اتمنى من كل قلبي ان الوداد يعمل ماتش ذهاب قوي ويقدر يسجل هدف ويعيد سيناريو 2017، هدف الكبير اللي لسه فاكرينه لحد الان. وطبعا اتمنى من كل قلبي الوداد يعني يخرج على الاقل بنتيجة ايجابية 1-1 على الاقل، ومن كل قلبي اتمنى ان هو يكسب. اذا لو هو ما كسبش يخرج بنتيجة ايجابية. شوف العلاقة بدأت من 2016، عشان ما حدش يقول لي انت بتشجع الوداد على قبل ان هو فاز على الاهلي ولا الكلام ده. 2016، ولو راجعنا يعني مع بعض كده التاريخ هنلاقي ان 2016 الاهلي كان متفوق على الوداد في المغرب. فاذا انا مش بشجع الوداد علشان هو تفوق على الوداد، ولا الوداد مش بشجع الوداد عشان هو تفوق على الاهلي. ماتش 5-2 ما بين الوداد والزمالك خلاني بصراحه احترم الفريق ده جدا. لو بصينا لحجم الامكانيات اللي بيمتلكها الوداد، يعني الامكانيات الماديه، هنلاقيه اقل بكتير جدا من الفرق المصريه، ومع ذلك كل سنه بيوصل لنقطه بعيده جدا في دوري ابطال افريقيا. فالطبيعي واللوجيك انك تحترم الفريق ده. مرة في مرة تعرفت على الفريق أكتر، مرة في مرة بدأت أعرف الأخبار أتابع. 2016 أنت الوداد خارج من دوبي فينال، 2017 نهائي الشامبيونز ليج، وهكذا. الحمد لله الجماهير عندها ثقة، وأنا دايما بقول الحب اللي بيطلع من القلب بيوصل للقلب، وعشان كده الناس الحمد لله متجاوبة معايا وبتحبني وعارفة عبد الرحمن ما كان ديرش شي حاجة على قبل حاجة، يعني معلش اللهجة المغربية دخلت فربطوني. ولكن انا فعلا تعلقت بالفريق. كل ما يجي مصر لازم اكون موجود، حتى ايام الكورونا كنت موجود ولله الحمد، وكنت داير الاحتياطات ما عنديش اي مشكلة. اخر مرة كنت موجود برضو النائب الرئيس سعد دريب، انا حابب اشكره جدا لان هو بصراحة بشوف منه استقبال، يعني هو حتى هنا في مصر وانا بشوف منه استقبال بصراحة بيحسسني ان انا مش مجرد مشجع كده وخلاص، لا بحس ان انا فعلا في وسط اهلي، في وسط العائلة، عشان نأكد الكلمة بس. هو الحمد لله وعدني بالبطولة، وانا بقول هو وعدني بالبطولة، قال لي ان شاء الله غني الدهوة، وكمان قال لي ان شاء الله غتكون معنا في الفينال في الروتور ان شاء الله في كذا، وانا اتمنى ذلك، وباذن الله باذن الله نفرحوا مجموعين باذن الله. اختبار بسيط امور تكتيكيه في نادي الوداد، شنو تعرف على نادي الوداد؟ شنو تتوقع التشكيله اللي يلعب بها المباراه يوم الاحد؟ وشنو التكتيك اللي تبغي يفرضه فريق الوداد لحد من خطوره الهجوم اللي يتمتع به فريق الوداد؟ طبعا احنا عارفين ان الوداد غير المدير الفني، واكيد المدير الفني اللي هيجي مش هيحط البصمه بتاعته مره واحده. ولكن بعيدا عن المدير الفني اللي لسه جديد او لسه ما حطش برضه او ما خدش الوقت الكافي، بعيدا عن الجزئيه دي، اهم حاجه بالنسبه لي هي قتاليه اللاعبين في الملعب. ليه؟ لان القتاليه دي هي اللي وصلت اللعيبه دلوقتي انها تكون موجوده في الفاينل. ما حدش في قاره افريقيا كلها كان بيتوقع ان الوداد يعدي على صن داونز، ولكن بالجرينتا وبالروح اللي كانوا موجودين الحمد لله الوداد قدر ان هو يتاهل على صن داونز بنتيجه 2-2 بعد التعادل في كازابلانكا. قال لك كده خلاص الوداد غيمشي لبريتوريا او جنوب افريقيا يخسر هناك بشي 5 ولا حاجه، ولكن احنا عايزين نقول مش احنا الفريق اللي بنخسر بال5. دي رساله يعني تكون واضحه. الوداد نفسي يلعب بالتكتيك اللي هو لعب بيه ماتش
صن داونز. اللعيبه الحمد لله متفاهمين، اللعيبه الحمد لله كان بينهم كونتاكت جميل كده بدا يظهر، حتى عطيه الله الحمد لله تبارك الله بقاله كم ماتش يلعب الكرات الثابته جميله جدا. يا ريت يا ريت يا ريت نشوف ماتش في ضربات ثابته يجي منها اهداف. وكمان عايز زولا يحيد الطاقيه اللي لابسها دي، علشان شفتوا الماتش اللي فات ما قدرش يحط ولا واحده متوجهه، فهو لازم حيدها معلم عشان ايه تعرف توجه. مترجموا الجمله دي يعني وصلها له. هو صعب، ولكن ان شاء الله ان شاء الله ربنا ما يخيبناش وتكون واحد لواحد. انا حاسس هي واحد لواحد، واتمنى الوداد اللي يبدا بالتسجيل. اتمنى انا بعض الكلمات ولا الاشياء اللي تعرف انت على جماهير الوداد تعيش معها وتعبر على انك وداد. يكفي العائله، هم دايما بيتكلموا على مصطلح العائله، وبانا اقول يعني بمعنى اصح كده يكفيني شرف او ان بتشرف ان انا اكون فرد من العائله. جماهير الوداد دايما ابو حمرون، الوينرز ثلاث مرات الاول عالميا، جمهور خيالي دايما، ابداعات، كراكاجات، تيفوهات، وينرز في جعل الكرات. صراحه الجمهور كيب هرك، واللي ما عندوش او ما يعرفش حاجه اسمها وداد، الوينرز بيخلوه يحترم حاجه اسمها الوداد الرياضي المغربي.